ما حصل على الأرض العاصمة العراقية بغداد في ساحة الوثبة بالفعل كان حدثا جللا وكان تطورا شاذا ونافرا. ابتدأت الأزمة عند فجر هذا اليوم بعد أن تعرض المتظاهرون في ساحة الوثبة وهي إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد وتتوسطها وتربط ما بين الخلاني ومنطقة باب المعظم. هذه المنطقة هي تؤدي إلى ساحة التحرير وفيها تواجد من المتظاهرين الذين يرمون التوجه إلى ساحة التحرير. ما حصل هو تعرض المتظاهرين في تلك المنطقة إلى إطلاق نار من زاوية حددت على أنها هذا البيت الذي اقتحمه المتظاهرون. طبعا تم تحديد المنزل الذي فيه الضحية واقتحم المتظاهرون المنزل وقاموا بقتل من وصفوه بالمسلح الذي أطلق النار وأدى ذلك إلى قتل 3 من المتظاهرين. بعد هذه العملية طبعا قام المتظاهرون بسحل الجثة في شوارع منطقة الوثبة ومن ثم تنادوا لأن يرفعوها ويعلقوها عند عمود المرور في منطقة ساحة الوثبة. وكذلك الأعداد كانت كبيرة عبد الرحمن. الأمن العراقي لم يتمكن من أن يردع المتظاهرين من أن يدخلوا أو أن يقتحموا أو أن يحرقوا المنزل، منزل الصبية الذي يبلغ من العمر 17 عاما. وبعد ذلك حاول الأمن العراقي جاهدا أن يمنعهم، لكن بحكم أن القوات الموجودة في محيط هذه المنطقة تحديدا والمناطق التي تتصل مباشرة بالمتظاهرين لا يحملون السلاح بتوجيه رسمي، لذلك لم يتمكنوا من أن يفرقوا المتظاهرين. وبالفعل تمكن المتظاهرون من العملية. طبعا ما واكب العملية كانت مشاهد مؤلمة وقاسية وربما طبعا مثيرة في عملية تشويه وتمثيل بجثة من وصف بأنه القاتل الذي تسبب بسقوط 3 من المتظاهرين. حتى عمليات التمثيل كانت قاسية ومصورة ومثبتة عبد الرحمن، وأثارت حفيظة أغلب القوى السياسية العراقية بما فيها تلك التي تدعم التظاهرات أو تلك التي تقدم التغطية السياسية لها أو المواكبة وكل الدعم بالمواقف. لذلك كان هناك إجماع على أن ما حصل هو جريمة نفذت وتسببت بإثارة الوضع والسؤال حول سلمية التظاهرات والمعلومات المتوفرة حول وجود أطراف تتسبب بسحب المتظاهرين السلميين للاحتكاك بالأمن العراقي. لذلك كانت هناك مواقف على رأسها ربما موقف الأمين العام لعصائب أهل الحق وتهديد التيار الصدري بسحب القبعات الزرق، وكذلك موقف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري. كذلك قوى سياسية عراقية فاعلة من مختلف التيارات تمثل القوى العربية السنية كانت قد أطلقت موقفا وطالبت بأن يكون ما حصل هو ضرورة للاعتبار وللتفتيش عن المتسبب ومحاسبة الجنات الذين نفذوا هذه العملية أو الذين حاولوا أن يحدثوا صدمة أكبر من عملية القتل التي عاشتها منطقة ساحة الوثبة. ووفق معلومات الميادين هناك متابعة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة في هذه الأثناء ومنذ اللحظة الأولى للوقوف على تطورات الحادث وتفاصيله وتداعياته. طبعا الأمن العراقي تكرر موقف العسكري على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة من أن الوضع صعب جدا لا يمكن الأمن العراقي أن يتصرف، والسبب هو التخوف من أي دعوة للاقتراب بالأمن العراقي بقاعدة أن هناك محاولات لتصفية التظاهرات أو فض الاعتصامات بالقوة على يد الأمن العراقي، ولذلك هناك امتناع من الاقتراب أو الدخول إلى ساحات التظاهر للتفتيش أو لتنفيذ عمليات أمنية بحثا عن أي طرف دخيل في التظاهرات. ويبدو عبد الله هذا الموضوع اليوم طغى على كل شيء آخر، حتى على موضوع ربما الحراك السياسي والتحركات أيضا المتسارعة لاختيار رئيس جديد للحكومة خلفا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هكذا نفهم أيضا. نعم هو طاغم بالفعل، يعني كانت جريمة مروعة عبد الرحمن، عملية اقتحام حتى وإن ثبت طبعا أن الضحية قد نفذ عملية قتل أو تسبب بقتل المتظاهرين، لكن مشهد الاقتحام وحرق المنزل وكذلك قتل الضحية وسحل الجثة وحتى عمليات ذبح للجثة مشاهد تمثيل بشعة كانت قد حصلت. لكن يعني هناك دعوات أيضا عبد الرحمن لأن لا يعمم ما حصل على أنه يخص كل المتظاهرين السلميين
في ساحة التظاهر، وأن لا يكون ذلك سببا لأن يعتبر ما حصل هو جريمة يخطط لها كل المتظاهرون. لذلك كان هناك بيان قد صدر من ما وصف بمعتصمي ساحة التظاهر ونسب لهم من أنهم براء مما حصل، وأنه يجب أن يحاسب من تسبب بهذه الجريمة كمن تسبب بعمليات القتل التي حصلت لمتظاهرين في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب، والذين تجاوز عددهم أرقام كبيرة.